زيتون كي يجي بنا الفلاحه زيتون عندها بالدور، فهمت؟ كي يجي الدور نتاع نخدمه له، بعد تالي نطلعوه في يجي الدور نحطوه في القمع، من القمع نهبطوه في المدار يدور قدر ساعه ربع على العجين في الدور، وبعد يهبط المولوكسير، وبعد ندوروه في شوامي في الشراويل ونمشي للبريس. البريس زاد حكايه نصيف ساعه كيك في الساعه غير ربع 7 دراج انت والزيتون يتبريس، يهبط ماء زيت ومرجين، وبعد تالي نخدمه في الصفاية والصفا ونعطوه لهم اللي يحكوا. والله يا عم السنة في قفصة، إن شاء الله مبشر بخير، إن شاء الله إن شاء الله مبروك علينا وعلى الفلاحة كل، إن شاء الله إن شاء الله. كبداية مازالت شوية تروسمين إن شاء الله. القلبة طايح من 2:30 حتى ل3 تو في البريود هذه، بالنسبة نتاع قفصة، بالنسبة نتاع معناتها البرا الريف البرا توصل حتى الأربعة، الأربعة في البريود هذه توصل من 3 حتى الأربعة. والساحلي نوع والقفصي نوع، الساحلي أقل كونتيتي والقفصي أكثر كونتيتي. كاليتي زيت قفصة ما يعلى عليه حتى شيء، معروف زيت قفصة ما يعلى عليه حتى شيء، معلمين ماهوش هكاك الواحد كل واحد يقول كوزيتنا احنا خير كوزيتنا احنا خير. تبقى هذه الحموضة بتاع قفصة يهزوا فيها من المسواق ويمشيوا باش يخلطوا بها الزيتون المهمه باش تجي الحموضه برسكي كي برسكي يقربوا شوي. سمير ابو بكر غلال وكيال تاع الزيتون، نشروا من عند الفلاح، نتعاملوا مع المعاصريه، نتعاملوا مع سواق صفاقس، نمشوا نوصلوا سوق صفاقس، نتعاملوا مع معصريه قفصه لهنا، ندرسوا زيت، نبيعوا زيت، هذيك خدمتنا احنا. صعبه سنة سمح باهي الحق خيرات ربي، معناها صعبه سنة في قفصه من احسن الصابات اللي صارت مع 10 سنين تالي. ان شاء الله قالوا سوم، معناها باش على جال التصدير الواحد موجود باش يجي سوم باهي، سوم الكيلو يجي باهي، سوم الزيت باش يجي باهي، وان شاء الله احنا نقولوا ربي يوصل بالسالم، هكا هو معناها العمل على ربي. والله الاسوان بالنسبه الموجوده توا هاني احنا نمشوا توا البرة في شيرة ساحل وصفاقس يمشوا بسوم الكيلو، احنا هنا في قفصه مازال معنا سوم الكيلو، عندنا سوم القلبه، نتعاملوا الفلاح مع فلاح قفصه بسوم القلبه. القلبه هاني تو تخدم ب 14 دينار 13.5. بالنسبه للزيت هانو يخدم معناها نبيعوا فيه ب 6500 ب 7000 لتر. احنا زاد الغادي في صفاقس في الشمال يتعاملوا بالكيلو في الزيت، احنا هنا نتعاملوا بالليتر. تو مع القفاصه، القفاصه تمشي معاهم كان لتر ولا القلب.